أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافياً إلا الكتابة. بهذه الأبيات الجميلة والرائعة عبر الشاعر أحمد شوقي عن حبه للكتاب. أنا الآن متواجد أمام مكتبة المسجد النبوي، هذه المكتبة الضخمة والعريقة واللي تضم العديد من العلوم الإسلامية والإنسانية المختلفة وأيضاً بعض المخطوطات النادرة. خلونا نتعرف بشكل أكبر على هذه المكتبة برفقة أحد زوار المسجد النبوي، نشوف على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله طيب. عرفني على اسمك. يوسف. أهلاً أخ يوسف، من فين؟ من سهل العوج. ما شاء الله، تتحدث اللغة العربية؟ نعم. وين تعلمت اللغة العربية؟ في سهل العوج. ما شاء الله تبارك الله. أخ يوسف، تعرف شيء عن مكتبة المسجد النبوي الشريف؟ لا أعرف شيء. طيب، حاب تتعرف معنا على هذه المكتبة ونطلع عليها بشكل أكبر؟ إن شاء الله، أنا مستعد. يلا على بركة الله. أخ يوسف، هذه هي مكتبة المسجد النبوي. ما شاء الله، المكتبة جميلة ومليئة بالكتب، ولكن ما هي خدمات المكتب؟ طبعا هذه المكتبة فيها الكثير من الخدمات، زي ما تشوف هذه الكتب وأيضا هذه المراجع وبلغات مختلفة، ليست فقط حكر على اللغة العربية، وأيضا عندك أجهزة الحاسب الآلي وبعض الخدمات التقنية اللي تساعد الباحث في هذه المكتبة على الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة. هذه فرصة الآن أنت معنا نتشارك مع بعض في خدمة زوار هذه المكتبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية، الله يقويك. الله يعافيك، أهلا وسهلا. عرفنا على اسمك. عبد الله الحارثي معك. والنعم أخوي عبد الله. الله يحييك. الله يعطيك العافية. معنا الأخ يوسف من ساحل العاج، حاب يتعرف على ما تقدم هذه المكتبة من خدمات للزوار. كم عدد مرتادي المكتب من الزوار؟ يزور المكتبة سنويا أكثر من 700,000 زائر ولله الحمد. كم ساعة تتواجدون في المكتب؟ تعمل المكتبة على 4 ورديات لمدة 24 ساعة في اليوم، ويعمل بها 36 موظف. أخ عبد الله، هذه المكتبة تقدم كتب ومعاجم أو إلى غير ذلك بلغات أخرى؟ نعم، يوجد لدينا قسم خاص باللغات الأجنبية، به أكثر من 21 لغة، منها الأردية والإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية. إيش الخدمات اللي بتقدمها هذه المكتبة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أولاً سهولة الوصول للمكتبة، وثانياً لدينا قسم خاص للمكفوفين وبه 39 كتاب بطريقة برايل و13 مصحف ولله الحمد. الأخ يوسف سألني قبل شوي، يقول لي أنا شايف كم كبير من هذه الكتب، كم عدد هذه الكتب؟ في المكتبة 173 ألف كتاب و541 دولاب ما شاء الله، و72 تصنيف وفن. الأخ يوسف حاب الآن أنه يكون أحد المشاركين في خدمة رواد المكتبة. أهلاً وسهلاً، تفضل أخ يوسف، حياك الله. أولاً هذا النظام الذي نعمل عليه في البحث. نعم. وإذا جاء الباحث يبحث عن اسم معين، نعم، عن موضوع معين، نكتبه ويظهر. مثلاً لو أحد طلب كتاب صحيح البخاري. نعم، صحيح البخاري. أي. الطريقة. أحسنت. فيظهر لنا رقم التصنيف ورمزه. نعم نعم. في هذا المكان يسهل وصوله إلى الباحث إلى الرف. هل هذا الجهاز وحيد عندكم؟ في المكتبة ولله الحمد أكثر من 70 جهاز. نعم. تقني فيه فهرسة المكتبة. نعم. وكذلك جميع الكتب. نعم. بطريقة البي دي اف. نعم. الرقمية. نعم. أستاذ عبد الله، بالنسبة للمخطوطات والكتب النادرة، إيش وضعها في هذه المكتبة؟ والله الحمد، يوجد مركز متخصص وخاص في المسجد النبوي للمخطوطات والكتب النادرة. ما شاء الله، منفصل عن المكتبة. نعم، منفصل عن المكتبة. هذا الموقع الخاص في الرئاسة المكتبة. فيه البحث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله. بس أريد أبحث عن كتاب أحكام الصيام. أحكام الصيام. أحكام الصيام. طريقة البحث يعني. أيوة، تكتب اسم الكتاب. اسم الكتاب أولاً. أكتب اسم الكتاب يعني. تفضل. ثم نضغط خانة بحث. ثم البحث. نعم. طلع عليك يعني. ممتاز. لا
يعني انتاج كذا، ثم تظهر الكتب او يظهر الكتاب المطلوب، الكتاب المطلوب يعني. نعم. مثلا احكام الصيام لابن تيميه رقم التصنيف 217 الرمز تاء ياء الف تاء ياء الف. أيوة. طيب 217 تاء ياء الف. أيوة. طيب. في الفقه العام. في الفقه العام. أيوة. حياك. طيب. الله. الله يحييك. الله يحفظك. جزاكم الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم. أخي يوسف، أعطينا مشاعرك الآن وأنت تقدم الخدمات لرواد هذه المكتبة. الحمد لله، أنا سعيد جدا لزيارة هذه المكتبة، وأتمنى من الله أيضا نبقى هنا طوال حياتي لخدمة الزوار والحجاج أيضا. ما شاء الله تبارك الله. نتعرف على هذه المكتبة. الله يعطيك العافية يا أخي يوسف. شاكر ومقدر لك أخوي عبد الله على هذه الخدمات الجليلة اللي تقدمونها لرواد هذه المكتبة. العفو، وكذلك الشكر لكم لإبراز هذه الجهود و خدمة الزائر والمعتمر، وسام شرف لمنسوبي الحرمين في الرئاسة والوكالة. الله يبارك فيكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. هذه هي مكتبة المسجد النبوي الشريف، هذه المكتبة التي يفوق عمرها 1000 عام، أبوابها لا تغلق على مدار 24 ساعة لخدمة طلاب العلم والباحثين. على بركة الله، ألقاكم على خير، في أمان الله. الطائفين العاكفين مطهر بيت الإله لمن سما وأتاه، شرف لمن بذل الجهود لراحة ساعين والداعين ذاك الجاه، ويطوف بالزوار حين طوافهم وبخطوهم يسعى إلى مولاه، الضيف ضيف الله وهو ببيته، طوبى لخادمه ومن يرعاه، طوبى لخادمه ومن يرعاه.